مؤتمر المناخ وصل مصر يا ولاد البلد، هنقب على وش الدنيا. مؤتمر الكوب جزء من الأمم المتحدة وبينظموه مرة في السنة علشان يلموا أمة لا إله إلا الله، قيادات وسياسيين وخبراء ومجتمع مدني وإعلاميين في قاعات ودور المناسبات علشان يشوفوا لنا حل في حوار البيئة ده، وبالذات تغير المناخ. الكلام على تقليل انبعاثات الكربون قبل ما الدنيا تتطرب على دماغنا، والتأقلم على التغيرات اللي بتحصل. من المفترض ان اصحاب القرار يتفقوا على خطوات محددة ويلتزموا بيها. بس هو ايه حوار البيئة ده؟ وهل المناخ بيتغير فعلا؟ طب ليه؟ وهنعمل ايه في الليلة المش فايتة دي؟ مساء البونجور، يا مساء الكومون تليفون. لما بنقول البيئة الطبيعية بنقصد كل الكائنات الحية وعناصر مش حية على كوكب الأرض بشكل طبيعي، بس المناخ هو حالة الطقس والرطوبة والضغط والهواء والمطرة على فترة طويلة. احنا بشكل طبيعي عايشين في نظام مستقر مع تغيرات دورية في درجات الحرارة والطقس، بس الحقيقة المرة ان المناخ بيتغير تغيرات تبدو بسيطة ولكن عواقبها كبيرة واخرتها مأساوية. احنا حاليا عايشين في احتباس حراري ودرجة حرارة كوكب الارض في الطالع، هو تمام انها تطلع وتنزل وتمر بمواسم، بس المعدل زاد 1.1 درجة مئوية من بعد الثورة الصناعية، ودي مصيبة لأسباب متلتلة، وهو ده الرقم اللي عاملين عليه مؤتمرات المناخ. كمان بنواجه أزمة انقراض الحيوانات والنباتات. الموضوع مش أخلاق وصعبانيات، ولكن البيئة الطبيعية نظام معقد ومعتمد على التوازن والانسجام ما بين كل العناصر. لما حيوان ولا نبات ينقرض ده بيسمع في الشبكة كلها، بعدين بيجي يلسعنا احنا في الآخر. المصيبة كمان اننا بنفور الشجر الخضار حوالين العالم علشان الخشب والصناعات المختلفة، وده بيدمر الكائنات الحية، بيغير في المناخ، وبيزيل الخط العازل الطبيعي اللي بيحمينا من بلاوي. كمان مية الشرب بتتسرب مع تغير المناخ، بنلبس في جفاف وفيضانات وارتفاع في مستوى البحر ومش لاقيين نشرب. ضيف على الكوارث دي كلها التلوث الكيميائي والنووي. البلاستيكات ما بتتحللش وبالتالي بتفضل تلوث الى ما لا نهايه، والنووي مصدر طاقه يجي منه بس تلوث للصبح، بالذات القنابل النوويه اللي بيسقطوها على الشعوب زي هيروشيما وناجاساكي، وقنابل اكتر بكتير واقف على ضغط الزرار. وعندك طبعا الاوبئه اللي منتشر انتشار برد المروحه ده. احنا تاريخنا الحديث عباره عن وباء جديد بيسلمنا لوباء اجدد. تكدس حيوانات كتير في اماكن ضيقه من غير حواجز طبيعيه الليلة أمراضهم زي الكورونا وجنون البقر، انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير وسارز وحاجة وسخة، والكوارث دي كلها بتزايد على بعض وبتسبب أزمات أعمق. فأمريكا بيمر بأعاصير بتدمر بيوت ومناطق بحالها. الحكومة ممكن تنقذ حبة قبل ما يموتوا وهتعرف تصلح الطرق، بس في باكستان تغير المناخ عمل أعنف فيضان في تاريخه، تسبب في موت 1300 بني آدم وسرح 33 مليون واحد من بيوتهم وأراضيهم. وفي السودان فيضانات الشهر اللي فات أثرت على 350 ألف واحد وماتوا فيها 150 بني آدم. احنا مش بنتكلم في المستقبل البعيد، ده الواقع اللي احنا عايشينه، واقع جاي على الفقير على من غني يسلك. عندنا في المنطقة أكتر من خمس السكان شغالين في الزراعة. الزراعة بتستهلك 85% من المياه العذبة، بس على مدار الخمسين سنة الجايين المياه دي هتخست على النص تقريبا، يعني مش هنعرف نزرع وهنبعت نجيب من بره بالدولار. احنا حاليا بنعاني من الهجرة للهروب من الحروب والفقر. 14% من مهاجرين العالم من المنطقة اللي بيتقال عليها الشرق الأوسط، بس مع تغير المناخ الهروب هيبقى من العواصف والفيضانات وكوارث الطبيعة، وأوروبا وأمريكا هيقفلوا على نفسهم أكتر من دلوقتي كمان. الحوار بيخبط في العالم كله، بس احنا في مصر من أكتر المتضررين. مبدئيا كده الكلام على إن لو مستوى البحر عالي نص متر هيغطس المدن الساحلية بداية من بورسعيد ومرورا باسكندرية، ومعاهم نص مليون فدان بالأكل والحياة اللي عليهم. ارتفاع الحرارة بيفشخ لنا المحاصيل ومش هنعرف نزرع علشان ناكل، وده اللي حصل صيف السنة اللي فاتت لما موسم المجا كان مضروب بالجزمة وإنتاجية الزيتون كانت الربع. خلال الـ30 سنة الجايين الكلام على ان مساحة القمح هتكش الخمس، وفول الصويا والذرة والشعير نفس الكلام، ومع الحر هنحتاج 16% مية زيادة للمحاصيل، وفي نفس الوقت النيل هيقل 10%. التوقعات دي قديمة كمان، والواقع النهاردة للأسف أسوأ. طب وليه درجة الحرارة في الطالع؟ في حوالين كوكب الأرض غازات عاملة زي البطانية كده علشان تحبس حرارة الشمس وتدفينا علشان نقدر نعيش. من أهم الغازات دي
ثاني اكسيد الكربون والميثان. اللي حاصل دلوقتي اننا وصلنا لاعلى درجات الحراره علشان الكربون اللي في السماء وصل لاكبر نسبه في 800 الف سنه اللي فاتوا. حاجه غريبه جدا، على مدار تاريخ الكوكب كل ما الكربون يطلع في السماء الحراره بتعلى معاه. في اخر 150 سنه درجه الحراره زادت 1.1 درجه مئويه. ما يغركش الرقم الصغير لان الفرق عملاق. مع السخونيه بيحصل ذوبان الجليد القطبي والتلج اللي على الجبال بيسيح ويخرب لنا الدنيا. ده بيرفع من مستوى سطح البحر وبيغرق المدن الساحلية والأراضي الزراعية اللي على مستواها. مواصل البحر ملوش كبير. التغير في التلج ومستوى المية بيخبط في ضغط الهواء والمطرة، فنلبس في جفاف وفيضانات وحرائق الغابات. ويريتوا على كده وبس. التلج لما بيسيح بيخرج الكربون اللي مدفون جواه فبيسخن أكتر، وبعدين السطح الجليدي اللي بيعكس أشعة الشمس بيكش فبيسخن كمان وكمان. الموضوع بيتدهور أسرع من الجنيه الاسترليني. طول عمر كوكبنا مناخه بيتغير، بس نسبة الكربون الاستثنائية دي بسبب أنشطة بشرية مش طبيعية. احنا اللي مسؤولين عن الانبعاثات دي مش الطبيعة، احنا اللي مسؤولين عن ارتفاع الحرارة وعواقبها. اكبر مصدر لانبعاثات ثاني اكسيد الكربون هو حرق الوقود الاحفوري، اللي هي مواد قعدت تتكون تحت الارض على مدار ملايين السنين، زي الفحم والنفط والغاز. بنحرقهم علشان نولد الطاقة اللي بتستخدم في النقل والتصنيع والتدفئة وحاجات كتير. الالواح الشمسية وطاقة الرياح ليها بعض العيوب، بس على الاقل ما بتعملش انبعاثات. اكبر دول مسؤولة عن انبعاثات الكربون هي الصين وامريكا، اللي بيطلعوا نص كربون الكوكب تقريبا، ويجي بعديهم الهند وروسيا واليابان والمانيا. لو حسبنا الانبعاثات بالنسبة لعدد السكان، فاعلى انبعاثات في العالم جاية من قطر والكويت والبحرين والامارات والسعودية، احسن ناس. وده بسبب ان قطاع الطاقة اكبر ملوث وبيخرج 3/4 انبعاثات العالم. يجي بعده قطاع الزراعة، ومن بعدهم العمليات الصناعية زي الاسمنت والكيماويات. تحت النظام العالمي الحالي من غير طاقة مفيش صناعة ولا حركة ولا في اقتصاد اصلا. التقرير الاخير بتاع الامم المتحدة راسم الصورة بشكل واضح وصريح. الانبعاثات قاعدة بتزيد سنة ورا سنة، مش بتقل ولا حتى بتفضل على نفس المستوى. بس بص بقى على دي، لما الاقتصاد بيقع الكربون بيخف معاه. يعني الانبعاثات قلت جامد مع كساد الثلاثينات والحرب العالمية التانية وازمة 2008 والكورونا، والعكس صحيح، لما الاقتصاد بيتحسن بيشد معاك كربون. من الاخر كده، مع الرأسمالية، النمو الاقتصادي يعني زيادة في الانبعاثات، يعني ارتفاع في الحرارة، يعني كوارث بيئية في كل مكان، يعني هندمر البيئة والكوكب هيطردنا ويكمل من غيرنا. لان الرأسمالية قايمة على الارباح مش على احتياجاتنا كبشرية. حرق الوقود الاحفوري مربح، وتقليل الانبعاثات تكلفة كبيرة من غير عائد مادي. يعني علشان نحكم الكربون لازم نخش في خناق مع اضخم واغنى شركات العالم. دلوقتي متوقع ان اخرنا عند درجة ونص مئوية، فوق كده هنزعل. بس لو بصينا على ايه المطلوب علشان نوقف وما نزقش، الكلام مش ارباح وتنمية واستثمار خالص، ده بالعكس. قالك فاكس الاحفوري اصلا، وطاقتنا كلها تبقى شمس ورياح. حاليا 10% بس من طاقة العالم كله شمس ورياح، فهنحتاج ندوس على كل الباقيين من شركات فحم وغاز وبترول وحكومات وعائلات مالكة وليلة. وكمان لازم نصرف مليارات من غير مكاسب علشان ننقل على الطاقة الشمسية والرياح. مش كده وبس، ده كمان بيقولك انسى العربيات الخاصة، ولازم نبني شبكات من مواصلات النقل العام لكل حتة في العالم. يعني حرب مع جميع شركات العربيات بقطاعاتها، والبنية التحتية تشفط مليارات علشان نعرف نتحرك، وبرضو من غير اي مكسب. احنا دلوقتي وصلنا لمرحلة اننا لازم نختار ما بين النظام الرأسمالي او البقاء على كوكب الارض. مؤتمر المناخ ده اشتغالة كبيرة، جمعية ودايرة، تنظيم وإدارة ومشاركة نفس الحكومات والشركات اللي عاملين سبوبة متينة من الأرباح. مش هيخسروا نفسهم عشان ينقذوا البيئة يعني، كأنك مجمع تجار سلاح ينشروا الحب والسلام. قمة العبث، ومحدش ينطق بكلمة عن الرأسمالية. لا، وكمان بيروجوا للاستثمار في الطاقة المتجددة بهدف الربح. يا مؤمن، عارفين إن الأرباح هي المشكلة وعاملين من بنها، وكلنا مصدقين عادي. الرئيس الأمريكي بيدي تصريحات عميقة وعاطفية، وهو مسؤول عن 14% من انبعاثات العالم، ومقضيها فحم وغاز وبترول صون فصون كده. تلت انبعاثات العالم من 20 شركة بس، واربعة منهم في امريكا. الصين هيتكلموا عن مشاريع الطاقة المتجددة الضخمة بتاعتهم والبنية التحتية المتطورة، وهي مبهرة فعلا. بس شركة الفحم الصينية اكبر واحدة على مستوى العالم ومسؤولة عن اعلى الانبعاثات. المانيا هتعمل نمرة الحداثة والطاقة الخضراء وكله الا كوكبي، وهي الغاز اللي مش عارفة تستورده من روسيا بتشغل مكانه الفحم، وبعدين يجيبوا ناس اشكال والوان علشان يمثلوا الشعوب حوالين العالم. يطلعوا بنت اوروبية عندها
18 سنة على المسرح تصرخ وبعدين يسقفوا لها. يجيبوا سكان أصليين من أمريكا بالزي التقليدي بتاعهم عشان يتكلموا عن حزنهم على فقدان غطى الأرض ويسقفوا لهم برضو كده يعني. قلبنا سيرك وإحنا القرود اللي بتترقص. حاجة مهينة قوي الصراحة. ناهيك عن إن مؤتمرات المناخ دي ما شافتش الديمقراطية فيديو. إحنا ملناش أي دور في اتخاذ القرار ويا دوب بنتفرج من بعيد وندعي إن أصحاب النفوذ ياخدوا قرارات ضد مصالحهم. وده وهم طبعًا. وعلى فكرة المسخرة بقى المؤتمر برعاية مجموعة من أوسخ الشركات اللي بتفشخ البيئة. عندك كوكاكولا اللي هي أكبر ملوث بلاستيك في العالم وبتبيع أكتر من 100 مليار إزازة بلاستيك كل سنة. وعندك شركات شغالة في العقارات والأسمنت والخرسانات والعربيات وحاجة كده شغل أوبن بوفيه خالص. فريدريك انجلز واوستكارل اتكلموا كتير عن البيئة الطبيعية وعلاقتنا بيها. انجلز كان بيقول ان كل خطوة بنمشيها بتفكرنا اننا مش حكام على الطبيعة زي اللي بيحتل شعب تاني ويستغله. احنا مش برا المنظومة الطبيعية. احنا بلحمنا ودمنا وعقلنا المتطور جزء لا يتجزأ من الطبيعة موجودين جواها. ومحاولاتنا للسيطرة على البيئة هيبقى لها عواقب هتظهر لنا مع الوقت. وفي مرحلة ما لازم ننضم للطبيعة ونتعامل ككتلة واحدة. وقد كان احنا دلوقتي تأكدنا ان لو محافظناش على البيئة الكوكب هيرفسنا ويزق من غيرنا. واستقر لو انجلز اتكلموا كمان عن مفهوم الصدع التفاعلي. دلوقتي الطبيعة بقالها مليارات السنين بتتطور لغاية ما وصلت لنظام مستقر نسبيا. نظام معتمد على دوران الحياة اللي بتطلع من الارض وبترجع لها تاني. كل كائن حي بياخد ويدي مع المناخ بتاعه. بس مع الرأسمالية ونقلة المليارات للمدن المحاصيل بتتزرع في الريف تطلع المدينة وما ترجعش تاني. يعني الإفادة بتضيع علينا. كسرة الدورة الطبيعية ما بين الكائنات الحية والأرض اسمها الصدع التفاعلي. مفيش مشكلة إننا نعيش في المدن ونستهلك من الريف. بس لازم يكون في طريقة لإعادة تدوير إنتاج الطبيعة للطبيعة تاني. ودي عملية مش مربحة وبالتالي عمر ما الشركات هتهتم. والحكومات مش هتتطوع من نفسها. ولكن لو سيطرنا على الزراعة والإنتاج ومش هدفنا الربح وأولويتنا إن إحنا نلحق البيئة قبل ما البحر يبلعنا هنقدر ناخد خطوات لمعالجة الصدع التفاعلي على قدر الإمكان. هنعيد تنظيم علاقات انتاج المحاصيل والصرف للاراضي الزراعيه علشان نحافظ على البيئه. نقدر نعزز علاقتنا مع الارض حتى واحنا في وسط المدينه. في ظل الكوارث البيئيه اللي مترشقه في كل مكان لازم يصدعونا بالبق بتاع ابدا بنفسك واعمل الصح. البيئه عايزه ثوره اخلاق. سيبك من النظام اللي اكبر مني ومنك، دي ارزاق مقسمها الخلاق. قمه الضحك ان اصحاب المليارات ورؤساء اغنى الدول باعلى انبعاثات يبصوا لك كده باسى منتهى الجبروت ويقولوا لك كله الا شاليمو البلاستيك عشان السلاحف. حرام عليك يا اسطى، تحركاتك بالعجله كفايه لحمه، قضيها خضار، ادفع اكتر في المنتجات العضويه، ما يجراش حاجه، قوم بدورك في انقاذ الكوكب. بس علشان ما نحورش على بعض، الموضوع سياسي واقتصادي وعركه بنت وسخه. مشترياتك واستهلاكك وتضحياتك الشخصيه مش جزء من المعادله. وبعدين معظم العالم فقير وجعان، عايزينهم يعملوا ايه اكتر من كده؟ افريقيا كلها بشعوبها ومصانعها واراضيها الزراعيه ما حصلتش 4% من انبعاثات الكربون في العالم. تغير المناخ طلع من عند البلاد اللي زي امريكا والصين والمانيا وروسيا. بس للأسف الشديد اللي بيدفع الثمن هي الشعوب الفقيرة اللي ما عندهاش سكة تحمي نفسها من الكوارث ولا فلوس علشان تنقل حياتها لأماكن أأمن. مش هنقول ان دي مشكلة الأغنياء وملناش فيه لان احنا اللي هنلبس. ولا ينفع نعتمد على الأحزاب والحركات الغربية اللي عايزة تنقذ الكوكب من غير ما تتخانق مع المسؤولين لحسن يقفشوا. دي عركة ومفروضة علينا. ولما نصرخ ونغني ونسقف في قاعات المؤتمرات ودور المناسبات الكربون مش هيرجع في كلامه. كأفراد بنستهلك علشان نعيش ما باليد حيلة. بس كشعوب بعمال وفلاحين نقدر نتلم على بعض ونزق في العركة مع الشركات وحكوماتها علشان نقرب من اتخاذ القرار في جميع المجالات ونحط البيئة قبل الأرباح. وفعلا في كتير بيتحركوا حوالين العالم. في الهند اهالي القرى بيمنعوا فتح مصانع الفحم. في كندا حركات السكان الاصليين شوكه في زور شركات البترول اللي هيموتوا ويستولوا على الاراضي ويطلعوا البترول. وهنا في مصر الاهالي في مركز ايدكو في البحيره دخلوا في صراع طويل مع بريتش بتروليوم وشركات الغاز الاوروبيه علشان يمنعوا خط الغاز اللي فشخ البيئه هناك. في اليونان المظاهرات جددت التقشف وتغير المناخ في نفس الوقت لان الحاجتين مربوطين ببعض. حتى الصين يا مؤمن، الصينيين فرضوا على الحكومه المركزيه تتراجع عن خطط الفحم وتشتغل على التلوث. وعلى مدار السنة اللي فاتت بس عشرات ومئات الالاف نزلوا الشوارع. في اسكتلندا رفعوا علم فلسطين لان اللي بيسرق ارضنا بيدمر بيئتنا. المظاهرات قفلت الشوارع في لندن وبرلين وروما وحتى في كوريا. في البرازيل لولا اليساري هزم بولسونارو اليمين. في عصر القديم لولا قلل جامد شغل التصحر في الامازون. ولما بولسونارو مسك الحكم قعد يحرق في الغابات والشركات كانت مزقططه. بس كسبنا الانتخابات وهننقذ الامازون. على قد ما دي كوارث بتهددنا على قد ما هي فرص بتجمعنا. وفكك بقى من السيرك بتاع الامم المتحده ده. سلام يا ولاد البلد.